هاي شلونكم؟ ان شاء الله زين. طبعا جبت لكم تابلت كلش ممتاز اللي هو M10 6K من شركه جامون، وهذا الفيديو هو برعايه شركه جامون اللي رسلت لي هذا التابلت حتى افتحه وارسم بيه رسمه ان شاء الله تعجبكم. شركه جامون طبعا معروفه بصنع التابلت للرسم الديجيتال والرسم الرقمي، واليوم راح نفتحه ونشوف شنو داخله. أول مرة فتحة راح يكون أكيد راح يكون جهاز راقي، لأن أنا متأكد شركة جامون تصنع دائما أجهزة راقية، وأنا أشكرهم جزيل الشكر لأن رسلوا لي هذا الجهاز. بسم الله راح نفتح الجهاز بوكس. واو 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 طبعا ما توقعت هيك شيء، جدا جميل. شوفوا الشيء يعني متانته وال يعني الصناعة مالته جدا راقية، يعني مو فشي عادي. شوفوا حتى البي يعني إذا شوفون عدل بعدة دقام هنا، عادة الألواح الرقمية ما تجي بيها هالقد، ف يعني راقي جدا بي تقريبا 12 دقمة تستعملونها بالنسبة للرسم. هاي مثل ما سكت لازم بيها راس القلم حتى يشلعونه من القلم. وعندنا هذا القلم طبعا، هذا هو اهم شيء بالجهاز. هذا القلم هو ممتاز جدا. مطين ويا هذا القبق حتى يحفظه، جدا راقي. نخلي على صفحة. عندنا بعد شنو الوايرات ضرورية جدا. هذا الواير اليو اس بي، هذا الواير اليو اس بي. طبعا هذا الواير راح يربط هنا بالتاب اثناء يعني تشغيله. الشغلة الحلوة بشركة جامون تخلي بس مجرد يو اس بي هو الوحيد اللي راح يعني يتصل بالكمبيوتر، يعني ما يحتاج تربط بعد اي كهرباء ثانيه، مجرد يو اس بي وخلاص. وهذا الشيء الحلو يعني من شركه جامون. اما باقي الشركات مثلا الوايكوم، انا عندي سنتيك لازم تربط كهرباء وتربط يو اس بي بنفس الوقت، فمزعج يعني. فهذا جدا جميل يعني، بس مجرد يو اس بي تربطه قبل على الكمبيوتر. بقعدنا هذا اليو اس بي الثاني، هذا للقلم، يشحنون به قلم اذا خلص الباتري يعني الشحن. بس انا اتوقع يعني شحنه واحده تكتكم ما شاء الله، لانه هو ما يحتاج تربطونه دائما على الشحن. شوفوا بس خلنا اوضح لكم الصوره شويه. يعني شوفوا هذا الواير يربط هنا بالاخير، وايضا تربطونه على الكمبيوتر او على الشاحنه مالت الموبايل حتى يشحنكم. ما اعتقد تحتاجون تشحنونه دائما يعني، بس مره واحده يكتكم ما شاء الله. بقت هاي اوراق وشغلات يعني ما اعتقد راح تحتاجونها اذا تقدرون تقرونها او شيء. وهذه بس مجرد كارت. هسه راح نربط الجهاز على الكمبيوتر واراويكم شلون الشغل ماله. طبعا قبل ما نربط الجهاز على الكمبيوتر لازم اول شيء نروح للموقع وننزل برنامج التعريف للتاب. ندخل على الموقع ونختار رقم الجهاز اللي هو M106K. وبعد ما يكمل التحميل ننصب برنامج التعريف ونفتحه.
راح تظهر لنا هاي النافذة. أول شيء تتأكدون هنا بالأسفل لازم تكون علامة الصح موجودة على هذا الاختيار اللي هو Enable Windows Ink، وبعدين هنا تقدرون تضبطون الأزرار حسب استعمالكم للجهاز أثناء الرسم. مثلا تخلون حرف E بالإنجليزي يسوي الرجوع، بس هو الجهاز مبرمج يعني تقدرون تستعملونه مباشرة، يعني مو ضروري تسوون برمج الأزرار. بس هذا تبين لكم عندكم قابلية إذا حبيتوا تسوون تغييرات بالإعدادات. وهنا تقدرون تختارون الشاشة اللي راح تستعملونها أثناء الرسم، يعني مثلا إذا عندكم شاشتين، الشاشة اللي على اليسار مثلا بها برنامج سكتش بوك مفتوح راح تختارونها حتى التاب يتعرف على البرنامج ويبدي يقيس مساحة الرسم حسب القطر الظاهر على الشاشة. هنا تقدرون تلعبون بدقة القلم وحاسية الضغط على اللوح، بس أنا طبعا خليتها كما هي ما لعبت بيها. وهسه ننتقل إلى الرسمة اللي استعملت بها هذا الجهاز وبواسطة برنامج سكتش بوك. طبعا للأسف فقط أول جزء من هذا الفيديو، للأسف طبعا بسبب عطل فني أثناء تصوير الشاشة، فجدا آسف. وما اعرف ليش اخترت هاي الصورة، طبعا توقعتها سهلة بس طلعت بالعكس، يعني ما توقعت تاخذ مني تقريبا ساعتين الا شوية. عموما طبعا اروع شيء اكتشفته بهذا الجهاز هي المساحة الكبيرة اللي اقدر ارسم بها بكل اريحية، يعني مثلا اتنقل من جهة الاقلام الى الرسمة بسهولة، وحركة ايدي ما متقيدة بمكان واحد. الرابط راح اخلي لكم اياه في اسفل الفيديو، بامكانكم الضغط عليه والنقر يعني الذهاب الى الموقع والشراء. طبعا لا تنسون اني راح ارفع لكم دروس بخصوص هذا البرنامج اللي هو طبعا سكتش بوك برو او سكتش بوك على نظام الويندوز ان شاء الله قريبا. بس قبل لا اتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى ما يفوتكم اي شيء جديد ارفعه ان شاء الله بالايام القليلة القادمة. وأصعب شيء واجهني هو تلوين القماش أبو اللمعة هذا على رأسها طبعا. يعني صدق شلع قلبي، شو ورطني اختارت هاي الصورة ما أدري، بس بالأخير اعتبرت تحدي وقلت خلي أشوف بلكت يعني أجيبه مضبوط، والحمد لله أعتقد طلع لا بأس. وأتمنى عجبتكم الرسمة طبعا على فكرة، وبإمكانكم متابعتي على الانستغرام وتقدرون طبعا تسوون لي تاج على رسماتكم الرقمية اللي أنتم راسمينها قبل، لان كلش ودي اشوف يعني اعمالكم واعطيكم اراء ان شاء الله على الانستغرام. إذن حبايبها قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى منكم الاشتراك وتفعيل الجرس، وإذا هذا الفيديو عجبكم أيضا لا تنسون اللايك. أما بخصوص هذا الفيديو، طبعا هذا الفيديو سويته قبل فترة بخصوص الجهاز التابلت هو أيضا من شركة جامون اللي هو S620. هذا الجهاز جدا راقي، طبعا سويت الفيديو ورسمت وشرحت لكم شلون استعماله،
تقدرون تربطون على اجهزتكم الاندرويد او الايفون وتقدرون ترسمون، يعني تنزلون برنامج الرسم وترسمون مثل سكتش بوك او الى غيره، جدا راقي وانصحكم به ايضا تشوفونه. وهذا طبعا الفيديو من نصائح اليوتيوب، هم لا تنسون المشاهده. وشكرا جزيلا لحضوركم ومشاهدتكم وايضا الاشتراك في هذه القناه. انتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله قريبا، والى اللقاء.